عمتي اختي بشاير وقعت عن الكرسي بالمطبخ. شو؟ كيف هيك؟ بس كيف؟ لك سيما؟ 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 يلا سيما في سيما اختي يا اختي اصحي بقى. تعي فايقيها معها. يلا سميرة اختي سيما اختي سيما فيقي اختي سيما اختي بشاير وقعت عن الكرسي بالمطبخ. لا تخافي انت بخير، الموضوع ما بيخوف، رح اربط لك اياها. اختي شو هاد؟ انت ليش ما ناديتي لي؟ يعني كنت ساعدتك. شو صار معك بنتي؟ كيف وقعتي؟ ما في شي خالتي، كنت عم جيب علبة الطحين فوقعت بوقتها. الحمد لله انه ما لها مكسورة، كل شي رح يصير منيح. بشاير قلي لي لشوف، فهميني ليش لحتى انت تطلعي على الكرسي كنت نادي لحدا تاني؟ لأنه بس أنا اللي بعرف وين محطوطين الأغراض بالبيت. وشو هالشغلة المهمة اللي ما حدا بيقدر يعرف وين مكانها يعني؟ أنا بعرف. خالتي سيما وأمي قالوا لها لخالتي بشاير إنه تجيب لهم طحين. احنا طلبنا منها يعني؟ انت ليش لحتى تطلعي لحالك على الكرسي؟ في خدم كتير بهالبيت، كان فيك تنادي اي حدا منهم وهن بيجوا بيساعدوكي، او كنتي قولي لنا ما فيكي يا بنتي. اختي بشاير شو صاير معك؟ سيما انت ما فيكي عقل بالمره؟ اذا بدك تهتمي وتعتني بجمالك ليش مو حضرتك بتحضري كل شيء؟ ليش لحتى تعذبي مرت اخي وانت ما تشتغلي شيء بنوب؟ رؤوف هو بصراحة يا ابني رؤوف. لو سمحتي خالتي، أنا هون ببيتي وعم أحكي هلأ مع مرتي سيما، فيا ريت ما تتدخلي بالقصة. طيب أحكي لك شيء، أنت شو عم؟ خلاص اسكتي، اسمعي منيح، أنا بعرف كل شيء سيما، إذا أنت ما بتحسي فأنا بحس، وبعرف منيح كل شيء أنت وخالتك عم تعملوه. أنا ساكت لأنه في عرس بالبيت، ولا تجربي تختبري صبري أبداً، ماشي؟ بس رؤوف بلا ما تحكي هيك، أنا ما فيني شيء منيح. لا مرت أخي، هذا التصرف كان غلط،